أهلا وسهلا يا خان، تفضل شرفي. أهلا وسهلا، شرفتي. شكرا لك. السيد عمار حجز طاولة تبعكم. حجز؟ إيه نعم، تفضلي. طيب شكرا. بتحبي تطلبي شيء هلأ ولا بتستني البيك؟ لا بستنى البيك. طيب شرفت. يابا لازم ناخد معنا شوية كولونيا. كولونيا شو لك حسن؟ كولونيا على بصل مشان صاحب الشيخ العشيرة، لأنه لما راح تشوفك إذا ما دخلت ووقعت على الأرض ما بيكون اسمي حسن. أهلين حبيبتي نرمين. إيه فاضية احكي. ما حسنتي تقرري؟ والله إذا بدك رأيي يا نرمين بختار الأزرق. إيه منيح هيك. مو طالع بإيدي، عندي موعد مع واحد من أصحاب الأراضي عم استنى. الزناجيل الجدد واللي عندهم شوية أملاك بفكروا لما بيتأخروا بيتقلوا. شرف علي، لا تعمل هيك مشان الله. عميل متل ما عم لك لا تبهدلنا. علي إذا بدك شيء أنا عم بستناك بالسيارة. ليش بدك تستنى؟ مفوت بناكل لقمة سوا. أمرك معلم. يحرق حيشك. أهلا وسهلا يا بيك. أهلين فيك. في طاولة باسمي. عفوا شو كان الاسم؟ عمار كوسوفي. فرح خانهم اجت من فترة وعم تنتظرك. شكرا. يسلم. عمار كوسوفي. انت؟ بس انت مستحيل. ليش بقى؟ هالشي مو معقول. انا ما عم صدق عيوني. لا صدق. ما عم صدق. خطيب نرمين عايش؟ شرفي. رح صب لك شوية مية باللي ريقك. يا ربي دخيلك مو معقول. هذا انت بذاتك. بس شو صار معك؟ قالوا عنك انك شو قالوا؟ عمين قال انك قالوا شغلات مانا منطقية. الكل بيعرف انك متت. انك تحكي مع واحد ميت فعلا صدمة. انا تركت البلد ورحت، قام وقت ما عادوا شافوني طالعوا اشاعة اني ميت. بس هلأ انا هون وليكني قاعد معك على الطاولة، وهلأ صار وقت العشاء. أهلا وسهلا، شو بتحبوا تطلبوا؟ صومو إذا في، صلصة مع سودا إذا ممكن.
شي تاني؟ شوربة فطر. بتحبي شي مقبلات؟ عنا سلطة حيوانات بحرية. لا ما بدي شكرا. شو بتحب تطلب استاذ؟ جيب لي سمك الترس مشوي. استنى دقيقة رح اخد سمك الترس، ما في مثل طعمته. سومون يلغي اذا بتريد. طيب بتحب تشرب شي ولا على ذوقنا استاذ؟ ما رح تضحكي علي شو ما طلبت. ما لا تفضل، زبط لنا شوية مازب معيتك. طيب وجيب لنا سلطة ومقبلات. كيف بتحبي السلطة؟ سلطة الموسم. شكرا. انت ملاحظ ان الوضع غريب؟ شو هالسؤال؟ نحن بنعرف انك ميت وبتمضى اشهر ومنقرر أنا وأخي نشتري أرض مشان نبني عليها، وبعدين بيطلع واحد تاني بيشتري الأرض اللي بنص الأراضي اللي انتو اشتريتوها وبيعطل عليكم، وفجأة بيطلع الشخص المجهول اللي عجزني هو خطيب نرمين السابق اللي مفكرينه ميت. برأيك كل هذا مو غريب؟ لا بالدنيا ما في شي غريب. القضية بالنسبة إلي سهلة كتير. اشتريت أرض مشان استثمرها واكتشفت إنه تجارتي، والحياة فيها صدف كتير. والله كل هذا مو باين انه صدفة. لكن شو اسمه برأيك؟ ما بعرف، كأنك خططت لملعوب واشتريت الأرض لمجرد انه نحن اهتمينا فيه. عفوا بلا مقطوع عن حديثك، بس انا هون ماني مرتاح كتير. يعني اذا ما بزعجك فيك تعطيني محلك وتاخدي محلي؟ شكرا لك، انت مزوق كتير. طلعت لي بشغلة استثمار الأراضي؟ فكرة وطلعت ببالي، كنت لحام وهلأ بدي تاجر، ما فيها شيء. بعدين الواحد لازم دايما يحسن وضعه. انت قول اللي بدك يا، بس انا بعرف منيح ليش انت اشتريت الأرض اللي نحن بدنا اياها. بالله؟ طب هاد احكي لي، فهميني. انت ابدا الأرض ما بتهمك. لكن شو هو اللي بيهمني؟ ترمي، مشكلتك الوحيدة هي نرمين. والله وبتعرفي مشكلتي أكتر مني. أنت غلطانة وصحيح. بلا ما نقول مشكلتك الوحيدة، في أيمن كمان كيف ما كان عايشين سوا. قلت لي غلطانة يا خانو، نرمين مو هي مشكلتي، هي شغلة راحت ومضت. بينشرب كل هالقد مشان شغله مضت وراحت؟